الرابع من معالم الشيعة البتريه شنو؟ يقدمون المصلحة الخاصة حتى على الثوابت الإسلامية. المهم يرد يعيش محمد السند واحد من علمائنا الكبار، وأنا أعرف هذا الرجل مجهول مع أنه طاقة. إذا نسوي استبيان كم واحد من القاعدين يعرف من محمد السند؟ اثنين ثلاثة، ميسي كلكم تعرفونه مو؟ والله احنا قاعدين نعيش حالة انحرافة خطيرة. اليوم اللي الشخصية اللي الله ما مباوع لها معجبين بي وصوره وغيره، محمد السند يقول هذه الفرقة البترية تلفيقية، يعني منا ومنا، وممكن أن يظهرون من جديد تحت عناوين من هاي العناوين الوحدة الإسلامية، التقارب بين المذاهب. هاي العناوين هسه عندنا موجودة ولا ما موجودة؟ يقول هاي الفرقة البترية ممكن أن تنشط وتظهر تحت عناوين، يا عنوان الوحدة الإسلامية، منو ما يحب الوحدة؟ أقول لك صدام اللي عنهم قال وحدة حرية اشتراكية، خدعنا ما خدعنا؟ مو الشعار ذا ما يكون شعور ترى يا طامة. التقارب بين المذاهب، اليوم 100 مؤسسة نادي التقارب بين المذاهب. هذا التقارب بين المذاهب يعني شنو؟ كنت نازل عن ثوابتي من أجل شنو؟ مصلحة أرضية. فوحدة من معالم الشيعة أو الفرقة البترية يقدمون المصالح على الثوابت، وهاي طامة. لذلك الإمام الصادق عنده حديث بحق ظلع عجيب غريب، يقول لو كان البترية صفا واحدا من المشرق إلى المغرب ما نصر الله بهم دينا. مو الدين، أي دين؟ ليش؟ لأن هو الإنسان ايش وقت ينتصر؟ إذا كان محافظ على ثوابته. إذا كان هو يبدل ثوابته ينتصر أو ما ينتصر؟ ما نصر الله بهم دينا.